الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا دكتورة. النهاردة هنشرح الهيموفيليا كيس. عندنا في الاي بي ام مديول 2 كيسز ايون ديفيشنسي انيميا وهيموفيليا. النهاردة هناخد الهيموفيليا. دي صورة للهيموفيليا، تمام، قطع في ايده وعمال بينزف، والنزيف مش راضي يطلع. وفي الجنب كده صورة نورمال بلاد فيزل، وفي نزيف ومش قادر الاطريق تخلط، مش عارف يكون جلطة عشان يوقف النزيف. طيب قبل ما نعرف الهيموفيليا احنا هناخد النظري او الكيس، يعني النظري. قبل النظري هناخد انس في كده تجربه، وبعدين تحلوا معايا، طلعوا ورقه وقلم كده وجربوا حلوا معايا، وبعد ما تخلصوا الشرح ارجعوا له تاني بقى وايه وحلوه وشوفوا انتوا كنتوا حلوه صح ولا لا. طيب اول انس كيو عندي بيقول الهيموفيليا ايه ديو تو ديفيشنسي اوف فاكتور 9 ولا فاكتور 10 ولا فاكتور 8 ولا بون فالبراند فاكتور ولا البليتد كاونت. نشوف نختار، طلعوا ورقة وقلم كده وابدأوا كده حلو وفكر. طيب هنمشيهم بسرعة بقى، وانت بقى وقف الفيديو واختار براحتك. Do differentiate between hemophilia and vitamin K deficiency. Most accurate test is platelet count ولا bleeding time ولا clotting time ولا prothrombin time ولا activated partial thromboblast time. تمام. In hemophilia, which test is abnormal? The RBC count, or the platelet count, or the bleeding time, or the clotting time, or the prothrombin time. طيب, the most serious complication in hemophilia is deep muscle bleeding, hemarthrosis, intracranial hemorrhage, HIV transmitted, yeah, or HIV transmission by blood transfusion, or the development of immunity to clotting factor treatment. تمام. دي الام سي كيو، دي الانسر بتاعتها. شوف انت جاوبت ايه، وبعدين لما تخلص السكشن حلها تاني بقى وشوف ايه الحل الصح بتاعك. طيب ايه هي البليدنج ديز اوردر؟ ايه تعريفها؟ البليدنج ديز اوردر هي عباره عن نزيف جامد، اكسسيف بليدنج. الديفكت يا اما عندك في البلاد فيزل، يا اما في البليتلت اللي بتكون البليتد بلاد، يا اما في الكواجوليشن بروسيس اللي بتكون الايه الفورميشن. قبل ما تسمعوا الكيس دي او الشرح ده لازم تكونوا سامعين النظري بتاع الهيموستيزيس وسامعين السكشن بتاع الهيموستيزيس عشان تقدروا تفهموا الكيس كويس. طيب يبقى تعريف البليدنج ديس اوردرز هو عباره عن اكسس بليدنج يا اما ديفكتيف، حاجه من ثلاثه: بلاد فيزل، بليتت، الكواجيليشن. البليدنج ديس اوردر ايه هما؟ عندي اربعه: يا اما بيربرات، هيموفيليا، فيتامين كي ديفيشنسي، بون فاليبراند. طيب البيربرا ايه هي؟ عايزين في كل واحدة نعرف تعريفها أجزاءها والإنفستيجيشن اللي عليها. البربرة هي عبارة عن ديزيز يتميز بحدوث نقط نزيف في الجلد لونها بيربل، وبتبقى إيه؟ ممكن تبقى في التيشو كمان. طيب ديزيز كاركترايزد باي إيه؟ سمول بيربلش كونكريت هيموريتش ثرو أول ذا إيه؟ أو ثرو أوت أول ذا تيشوز سبيشالي ذا سكين. طيب إيه سببها؟ السبب بتاعها يا إما مشكلة في البليتت يا إما في البلاد فيزل. لو مشكله في البليتيت يا اما البليتيت كاونت تقل، يا اما البليتيت فانكشن تبوظ، يا اما ديفكت في البلاد فيزل. لو رقم واحد ديكريز البليتيت كاونت اقل من 50000 بير كوبيك مليمتر بنسميها ثرومبو سايتوبينيك بيربرا. البيربرا اللي هي نتيجه لايه؟ ثرومبو سايتو اللي هي الخلايا البليتيت، ثرومبو البليتيت سايتو خليه بينيك ديكريز الكاونت، بيربرا نتيجه نقص ديكريز الكاونت. ثرومبو اثينيك بيربرا رقم 2، ثرومبو البليتلت اثينيك ضعف الوظيفه، بيربرا نتيجه لمشكله في الوظيفه، او فاسكولار بيربرا نتيجه لديفكت في البلاد فيزل، مرض اسمه السكيرفي بيحصل فيتامين دي ديفيشنسي نتيجه نقص فيتامين سي، بيعمل لي مرض اسمه سكيرفي. من ضمن المانيفستيشن بتاعته هي الفاسكولار بيربرا. يبقى كلهم مفيش بليتلت، فمفيش بليتلت بلاد فورميشن. يا اما البلاد فيزل فيه مشكله فالبليتلت مش هتلزق فيه ومفيش بليتلت بلاد فورميشن. طب ايه الانفستيجيشن اللي هعملها؟ البليدنج تايم بس هو اللي هيحصل له برومنتيشن، وهنعرف لما نيجي للتستات دلوقتي اشمعنى البليدنج تايم. دي البيب. طيب تاني حاجه الهيموفيليا. الهيموفيليا دي عباره عن ايه؟ congenital six linked recessive bleeding disorder. هي congenital، تمام، six linked ليها علاقه بالاكس كروموسوم، recessive متنحيه نتيجة نقص ايه؟ certain protein factor، protein factor معينة، فبالتالي البروت فورميشن مش هتتكون، فالشخص ده يبقى عنده نزيف. طيب معظم البيشنت بتبقى ميل، والفيميل بتبقى كارير غالبا، اشمعنى؟ تعالوا نشوف الصورة الجاية. دلوقتي لو اب
اللي هو اكس واي ما عندوش هيموفيليا، وام اكس اكس عندها هيموفيليا. الاكس الحمراء دي يعني عندها هيموفيليا بس هي كارير لان عندها على اكس واحد. لو الاب الاكس بتاعته الحمراء يبقى هو كده عنده هيموفيليا، ما فيهوش احتمال كارير، يا عنده يا ما عندوش. الام يا اما عندها يا اما ما عندهاش يا اما كارير. طيب لو جم شفنا الشيلدرن بتوعهم هيبقوا عاملين ازاي، يا اما ياخد اكس من الاب واكس من الام سليمه، تمام، تبقى دي الدوتر الاولى اللي هي ايه ما عندهاش، يا اما ياخد الاكس من الام اللي عليه الاحمر مع الواي بتاع الاب يبقى ولد عنده ايه هيموفيليا كده خلاص مصاب، يا اما بنت تاخد الاكس الحمراء من الام واكس من الاب اللي هي بقت مصابه، يا اما الاكس اللي معلهاش حاجه من الام والواي من الاب يبقى اكس واي ولد سليم. يبقى الاحتمال الربع بتاع الاطفال اولاد عندهم هيموفيليا، والربع التاني بنات كارير والباقي ايه سليم سواء بنات ولا، يبقى هو اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. طيب انواع الهيموفيليا ايه؟ قسمناها حسب نوع الكلوتنج فاكتور اللي فيه مشكله. قال لك يا اما نقص رقم 1 كلوتنج فاكتور رقم 8 بنسميها هيموفيليا ايه؟ رقم 2 نقص كلوتنج فاكتور رقم 9 سميناها هيموفيليا بي، رقم 3 نقص كلوتنج فاكتور رقم 11 سميناها هيموفيليا سي. هيموفيليا اي دي 80% من الحالات، وهيموفيليا بي دي 15% من الحالات. طيب هل في انواع ثانيه من الهيموفيليا غير اي وبي وسي؟ نعم في انواع ثانيه اللي هي عندنا الباره هيموفيليا، تمام، دي عباره عن مايلد ورير كيس نتيجه لنقص فاكتور 5، ويا اما انهيرتد يا اما اكوايرد، يا اما وراثيه يا اما مكتسبه. في نوع ثاني، في نوع ثاني اسمه اكوايرد هيموفيليا وهو نون جينيتك نتيجه لان في اوتو انتي بودي ضد فاكتور 8، احنا قلنا نقص فاكتور 8 الكونجنتال ده كان هيموفيليا ايه. اما لو هيموفيليا اكوايرد بيتكون اوتو انتي بودي في جسمه اكوايرد ان هو اتولد سليم وجسمه راح مكون اوتو انتي بودي ضد فاكتور 8 راح مكسراه راح اقل فاكتور 8 راح حصل له مفيش تضلط راح حصل له نزيف، فدي بنسميها الاكوايرد هيموفيليا. بتحصل في حالات ايه؟ زي الكانسر، زي الاوتو ايمون ديزيز، زي البريجنانسي او فلوند تشيلد بوث الولاده، يعني ممكن جسمهم يتكون اوتو اند بودي اجينست فاكتور 8 فيكسروا فيحصل له ايه؟ نزيف. يبقى انواع الهيموفيليا قلنا ان هي ايه؟ يا اما هيموفيليا ايه؟ يا بي يا سي. هيموفيليا ايه ناقص فاكتور 8، بي ناقص فاكتور 9، سي ناقص فاكتور 11، يا اما بار هيموفيليا ناقص فاكتور 5، يا اما اكوايرد هيموفيليا اللي هي ايه؟ اوتو انتي بودي اجينست فاكتور ايه؟ 8. ايه الانفستيجيشن اللي انا بعملها؟ برضه نعرفها مؤقتا لحد ما نيجي للانفستيجيشن. الكلوتنج تايم والاي بي تي تي اللي هو اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلازم تايم هيزيدوا. اما البليدنج تايم والبروتون تايم نورمال. ايه العلاج؟ برضه مؤقتا بالاختصار كده لحد ما نعرفه، اديله الكلوتنج فاكتور اللي ناقص او اديله فريش فروزن بلازما فيها الكلوتنج ايه؟ دي الهيموفيليا صوره ليها اهو، هو المزيج بتاعه الجرح بتاعه ما بيقفش نزيفه، وجايبين لك ستوب ووتش او اللي هي ساعه رمليه يعني جنبه والوقت بتاعه بيزيد. طيب ادي صوره ثانيه نورمال بلاد فيزل اتقطع بقى في نزيف، جت عمليه التجلط والجلطه واتكونت الجلطه وبهت. اما في الهيموفيليا نورمال بلاد فيزل حصل فيه هيموريدج اهو، جه هنا مش عارف يكون ايه؟ يكون جلطه انابيلتي في كلوت فلسه جوه. دي هي الهيموفيليا باختصار. طيب احنا قلنا البيربرا والهيموفيليا. بعد كده رقم ثلاثه الفيتامين كي ديفيشنسي. الفيتامين كي ده عباره عن ايه؟ عباره عن فات سوليبل فيتامين. بيتصنع بايه؟ ببكتيريا في الانتستين اسمها انتستينال بكتيريا، فلورا بكتيريا نافعه بتصنعها. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو كوفاكتور يكون عوامل تجلط معينه، هما 2 و7 و9 و10. 2 + 7 بيساوي 9، يبقى 2 و7 و9 و10. لما ينقص فيتامين كي هينقص عوامل التجلط دي، فميبقاش في تجلط فاكتور في نزيف. طيب ايه الانفستيجيشن اللي بعملها؟ الكلوتنج تايم والاي بي تي تي والبروتين تايم هيزيدوا، والاقي البليدنج تايم نورمال. هعرفهم لما اجي في ايه؟ في التستات هقولها لكم بالتفصيل. يبقى ده الفيتامين كي ديفيشنسي. ايه اسباب فيتامين كي ديفيشنسي؟ يا اما ما بيتصنعش، يا اما ما بيمتصش، يا اما حاجه عملت له انهبيشن. طيب اول حاجه ما بيتصنعش زي ايه؟ الانتستينال فلورا مش موجوده، ابسنس اوف انتستينال فلورا، تمام، اللي هي بتصنعها. طيب زي حالات ايه؟
النيو بورن الطفل اللي لسه مولود بيبقى لسه مولود وما عندوش انسجام في البطن، فبالتالي مش هيبقى عنده ايه، هيبقى عنده نقص في فيتامين سي، عشان كده اول ما بيتولد بيديله فقط فيتامين. طيب بعد كده برولونجد يوز الانتي بايوتيك، لو انت استخدمت الانتي بايوتيك لمده طويله او سوء استخدام، الانتي بايوتيك مش بيقتل بس البكتيريا الضاره، بيقتل كمان اللي هي النافعه اللي هي السنه الكبيره، فلو استخدمته لمده طويله هيقتلها وهيقل فيتامين سي ويدخل في ايه؟ في نزيف. طيب رقم اثنين، يقل الامتصاص بتاع فيتامين سي زي الاوبستراكتيف جوندس، ورقم ثلاثه الليفر ديزيز، الحالتين دول بيحصل فيهم ديكريز البايت سكريشن. طيب لما بتقل البايت سكريشن ايه اللي بيحصل؟ مش هيحصل امتصاص للفات والفات سوليبل فيتامين بما فيهم فيتامين كي، فبالتالي تقل عوامل التجلط اللي بيكونها فيدخل في ايه؟ في نزيف. رقم اربعه، استخدم انتي كواجلنت زي الدايكومارول، الدايكومارول ده اسمه انتي كواجلنت، بيقلل التجلط او بيمنع التجلط. ازاي؟ ان هو بيعمل كومبتيتيف انهبيشن لفيتامين كي، كومبتيتيف يتخانقوا مع بعض او ايه ان هما يحصل بيهم كومبيتيشن منافسه، وانهبيشن ايه يقلل ايه فيتامين كي اللي هو التنافس التفاوت، يعني فيتامين كي والدايكومارول الاثنين بيتخانقوا مع بعض على نفس الريسبتور، دايكومارول يكسب يروح يمسك في الريسبتور، فما يخليش الفيتامين كي يمسك في الريسبتور بتاعه، فبالتالي مش هيكون عوامل التجلط المفروض يكونها، فبالتالي مش هيحصل تجلط، فبالتالي ادخل في نزيف. عشان كده الدايكومارول ده بيشتغل في انتي كواجلانت عن طريق ايه الميكانيزم دي. يبقى اسباب نقص فيتامين كي، يا اما ما بيتصنعش بالانسان فلولا نقصها، يا اما ما بيمتصش، يا اما حصل كومبتيتيف انهيبيشن ليه بالانتي كواجولانت دايكومارول. قلنا عندنا البربرا، قلنا الهيموفيليا، فيتامين كي ديفيشنسي، رقم اربعه في الايه في البليدنج ديس اوردرز هو الفون فاليبرانت ديزيز. ايه اسبابه؟ من اسمه فون فاليبرانت ديزيز، يبقى نقص فون فاليبرانت فاكتور، والفون فاليبراند فاكتور ده مهم لايه؟ لحاجتين، حاجه ليها علاقه بالبليتت وحاجه ليها علاقه بالايه؟ بالكواجوليشن. مهم ان يحصل بليتت ادهيجن، الفون فاليبراند ده له راسين، راس تمسك في البليتت والراس الثانيه تمسك في الكولاجين اللي هو في الانجرد بلاد فيزل، فيخلي بليتت ادهيجن فيعمل بليتت بلوك. تمام، ومهم ان هو يبقى كو فاكتور لفاكتور 8 فيبقى مهم في الكواجوليشن بروسيس. يبقى انا كده الفون فاليبراند فاكتور مهم لنقطتين، للبليتد بلاك فورميشن وللكلوت ايه فورميشن، عن طريق ايه؟ ان هو مهم للبليتد ادهيجن بالاندوثيليوم او بالكولاجين بالاكسبوزد كولاجين في الانجرد بلاد فيزل، وكو فاكتور لفاكتور ايه. تمام، ايه الانفستيجيشن اللي بعملها؟ البليدنج تايم والكلوتنج تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم هيزيدوا، ولكن الثرومبين تايم هيبقى ايه؟ هيبقى اقل. يبقى انا عندي باختصار كده نرجع نلخصهم، البيربرا نتيجه لنقص في ايه؟ في البليتد فانكشن او كاونت او في البلاد فيزل مشكله، الهيموفيليا نتيجه لنقص في الكلوتنج فاكتور اي او بي او سي اللي هو 8 9 11، يا اما هيموفيليا اكوايرد اللي هي اوتو انتي بودي فاكتور 8، يا اما برا هيموفيليا نقص فاكتور 5 بتبقى اكوايرد او كونجنت. طيب بعد كده فيتامين كي ديفيشنسي، مشكله في عوامل التجلط 2 و7 وتسعة وعشرة، وأسبابه قلناها، يا إما ما بيتصنعش ما بيمتصش كومبتيتيف انهبيشن. فون فاليبراند ديزيز، نقص فون فاليبراند فاكتور اللي هو مهم لإيه؟ للبليتلت أدهيجن والكوأجيوليشن إيه؟ بروسيس. تمام يا دكاترة، اللي هو كو فاكتور لفاكتور تاني. دي صورة لفون فاليبراند ديزيز، آدي النورمال بلاد فيزل، البليتلت جت عملت بليتلت بلاد والكلوت فورميشن وقفلت التير. الصورة التانية مش عارف يحصل بليتت ادهيجن، لأن الفون فاليبراند فاكتور مهم للبليتت ادهيجن، وكمان الفاكتور 8 برضه، فبالتالي لا تكون بليتت بلاج ولا تكون بليتت كلوت بلاد كلوت، فبالتالي عمال ينزل. طيب ايه هي الهيموستاتيك فانكشن تيست؟ المفروض دي اخدتوها في العملي فأنا هقولها سريعا. تمام، عندنا رقم واحد بلاد كاونت وبلاد فيل، يعمل سي بي سي ويعمل بلاد فيلم شريحه كده تحت الميكروسكوب، هنلاقي فيها ايه؟ ان البليت كاونت تقل. البليت كاونت هتقل في حالات ايه؟ هي حاله واحده بس اللي هي الثرومبوسايتوبينك بيربرا، اللي هي ديكريز الكاونت اوف ايه؟ البليت اقل من 50,000 بير كيوبيك مليلتر. دي اول حاجه في الهيموستاتيك فانكشن تيست. رقم اثنين، ان انا بعمل البليدنج تايم. طيب هعرف في كل تايم ايه الديفينيشن، الديوريشن بيعتمد على ايه؟ برولونجيت في ايه؟
ايه تعريف البريدنج تايم؟ هو الوقت اللي انا محتاجاه ان النزيف يتوقف بدون ما اكون جلط. تايم نيديد فور بريدنج تو ستوب بدون كلوتنج ايه اوف ذا بلاد. الديوريشن من 1 لـ 4 بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البليتلت كاونت اند فانكشن. لو في مشكلة في البليتلت كاونت اند فانكشن التايم ده هيزيد، يعني مش عارفة تعمل ان البليتلت كاونت قلت، الفانكشن قلت، البليدنج تو ستوب مش عارف يقف، تمام؟ فبالتالي البليدنج تايم هيحصل له ايه؟ برولونجيشن. يبقى هو برولونجد في ايه؟ في الحاجات اللي فيها ديفكت في البليتلت زي البيربرا، سواء في الكاونت ثرومبوسيتوبينيك بيربرا، سواء في الفانكشن ثرومبوسيتوبينيك بيربرا، او الفون فالبراند ديزيز اللي هو بيبقى فيه مشكله في الفانكشن بتاع البليتلت اللي هي البليتلت ادهيجن، مفيش بليتلت ادهيجن، فبالتالي يبقى البليدنج تايم هيزيد. تمام يا دكاتره، انا بقول بسرعه عشان ده خلاص خدته في سيكشن العمل. طيب التستس فور بلاد كوأجوليشن 3، الكلوتنج تايم، البروترومبين تايم، الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. ايه تعريف الكلوتنج تايم؟ رقم 1 الكلوتنج تايم تعريفه الوقت اللي لازم الجلطة تتكون. احنا قلنا البليدنج تايم الوقت اللي لازم ان يحصل ايه؟ الستوب بليدنج وزود كلوت فورميشن. هنا بقى ان يحصل ايه؟ البليد البلاد ان هو يتجلط. الوقت بتاعه من 5 لـ 10، ده تيست فور ايه؟ فور ايه؟ فور كلوتنج ايه؟ باث واي، وخاصة الانترنسيك باث واي. الفاكتورز بتاعته مين؟ 8 و9 و11 و12، دول الفاكتور بتوع الانترنسيك سيستم. امال الاكسترنسيك سيستم بتوعه مين؟ 3 و7، والكومن باث واي 5 و10 و2. طيب بيحصل له برونجيشن في ايه؟ في اي حاجه تاثر على الفاكتورز بتاعه الانترنسيك سيستم، زي الهيموفيليا فاكتور 8، هيموفيليا ايه فاكتور 9، هيموفيليا بي فاكتور 11، هيموفيليا سي. فيتامين كي ديفيشنسي بيأثر على 2 و7 و9 و10. 2 و10 ده كومن باث واي، 7 ده اكسترنسيك، و9 ده انترنس. فبالتالي لما قل 9 فاثر على الانترنسيك سيستم فزود الكلوتنج بتاعه. طيب الفون فالبراند ديزيز، ان الفون فالبراند فاكتور ده كان كو فاكتور لفاكتور 8، فلما قل الفون فالبراند فاكتور قل فاكتور 8، بوظت الانترنسيك باثوي، طولت الكلوتنج بتاعه. طيب البيشنت اللي بياخدوا انتي كواجلانت زي الهيبرين والدايكومارول بيأثروا على الانترنسيك برضه سيستم ويقللوا الفاكتورز بتاعته فيزودوا الكلوتنج بتاعه. بقى الكلوتنج تايم زاد في ايه؟ في اي حاجه تاثر على الانترنسيك باث واي، الهيموفيليا او الفيتامين كي ديفيشنسي او الفون فالبراند ديزيز او البيشنت اللي بياخد ايه؟ انتي كواجولانت. التست اللي بعده اسمه بروترومبين تايم، ده تيست فور ايه؟ فور اكسترنسيك سيستم اللي هو فاكتور 7. الديوريشن بتاعته من كام؟ من 11 ل 15 ايه؟ سكند. طيب بيطول فين؟ الحاجه اللي ليها علاقه بالاكسترنسيك باث واي اللي هو مين؟ فيتامين كي ديفيشنسي. قلنا بينقص 2 و7 و9 و10، 2 و10 كومن باث واي، 7 اكسترنسك و9 انترنسك. يبقى كده الفيتامين كي بيعمل مشكله في الاثنين اكسترنسك وانترنسك باث واي، يعني يطول البروترومبين ويطول الايه الكلوتين. طيب التست اللي بعده هو ايه؟ هو الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم اي بي تي تي، ده تست فور ايه؟ فور انترنسك باث واي او انترنسيك سيستم، زيه زي الكلوتنج تايم بالظبط. هو الديوريشن من 30 لـ 40، برولونجت في ايه؟ نفس الحاجات او نفس الاسباب بتاعه الكلوتنج تايم، هيموفيليا، فيتامين كي ديفيشنسي، فون فالبراند ديزيز، والايه والانتي كوالجنت. طيب تعالوا كده نلخص بقى كل ديزيز ايه اللي بيزيد فيه. اول حاجه البربرا، احنا قلنا ان هي ليها علاقه بايه؟ بالبليتلت كاونت وفانكشن، يبقى مين اللي هيزيد فيها؟ فقط البليدنج تايم. طيب بعد كده الهيموفيليا، الهيموفيليا ليها علاقه بالايه؟ بالكلوتنج فاكتور بتاعه الانترنسيك باث واي، يبقى مين اللي هيزيد فيها؟ الكلوتنج تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم فقط اللي هم بتوع الانترنسيك باث واي. فيتامين كي ديفيشنسي نقص فاكتور 2 و7 و9 و10، 7 بتاع الانترنسيك و9 بتاع سوري 7 بتاع الاكسترنسيك و9 بتاع الانترنسيك، يبقى الاثنين بتوع الانترنسيك والاكسترنسيك هيزيدوا اللي هم الكلوتنج تايم والاي بي تي تي بتوع الانترنسيك هيزيدوا، وبتاع الاكسترنسيك اللي هو البروسترومبين هيزيد. طيب فون فالبراند ديزيز قلنا مشكلته في البليتلت ادهيجن ومشكلته ان هو كو فاكتور لفاكتور 8، فالاثنين قالوا قال البليتلت ادهيجن يبقى البليدنج تايم هيزيد، وقال فاكتور 8 يبقى الحاجات اللي ليها علاقه بالانترنسيك باث واي هتزيد اللي هما الكلوتنج تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. ودي كده سكيما لاختصار الايه؟ الهوموستاتيك فانكشن تيست مع البليدنج ديسوردرز.
طيب تعالوا نعرف ايه هي الهيموفيليا، وبعد كده ندخل على الكيس بتاعتنا. ايه الهيموفيليا؟ احنا قلناها خلاص ان هي congenital sex linked disease، تمام، وقلنا اسبابها، تمام. هنيجي بقى ايه للساينز والسيمتومز. ايه الساينز والسيمتومز بتاعتي؟ والله ان جنرال السيمتومز بتاعتي بتبقى عبارة عن نزيف internal او external، تمام، بيجي على شكل ايبيزودز او اتاك، بيجيله كده اتاكس من النزيف، سواء نزيف داخلي او نزيف خارجي، بيبقى اسمه بليدز، تمام. طيب بيبقى يتوقف على حسب ايه الحاله بتاعت الهيموفيليا، السيفيريتي بتاعتها، هل هي سيفير، هل هي مودريت، هل هي مايلد. الناس اللي عندهم سيفير هيموفيليا هيبقى عندهم سيفير ومور فريكوينت بليدز، هيجي لهم الايبيزودز دي كتير جدا، وبيبقى كل بليدز بتبقى فيها نزيف كتير. طيب اللي عندهم مايلد غالبا بيبقى عندهم ماينور سيمتومز، ممكن ما يجيلهمش نزيف الا بعد ما يحصل له انجري او تروما او يدخل في عمليه، يحصل يدخل في عمليه يطلع الجرح ما يلمش بسرعه، يحصل له تروما الجرح يفضل ينزف لوقت اطول، تمام. فبالتالي المايلد هيموفيليا مش بيعانوا من حاجه، ممكن يبقوا اسيمتوماتيك حتى الا لما يتعرضوا لخبطات او تروما او سيرجري. والمودريت هيموفيليا دي بتبقى ما بين الاثنين، السيمتومز بتاعتها بتبقى variable. طيب ايه السايز والسيمتومز اللي عندي؟ انا قلت بيبقى عنده internal و external bleeding. طيب من ساعة ما يتولد هو خلاص congenital فبيتولد بيه، فمن ساعة ما يتولد بيبقى عنده easy bruising، سهل جدا ان يحصل له كدمات، الطفل هو بيتعلم يمشي ممكن يقع يتخبط في اي حاجة، فكل شوية تلاقي جسمه فيه كدمات. اشهر حاجة عندي في الاطفال هي النوز بليدز، تلاقي مناخيره بتجيب دم. بيبقى عنده severe bleeding after surgical procedures، يبقى عنده نزيف عنيف بعد ما يعمل عملية dental extraction، بعد ما يخلع سنة. عند trauma لما يتعرض لحادثة أو خبطة أو جرح أو أي حاجة، تلاقي بدل ما هو زي الطبيعي النزيف بتاعه المعقول، لا بيبقى نزيف عنيف. طيب في الستات بيبقى إيه عندها مميز؟ بيبقى عندها منوراجيا، إن ال period أو ال menstruation بتبقى فيها ايه excessive bleeding. طيب او بوست بارتم هيموريدج، واحده دخلت تولد وطلعت بعد الولاده، ممكن تدخل في نزيف ما بعد الولاده، اللي هو بوست بعد بارتم الولاده هيموريدج، نزيف نزيف ما بعد الايه الولاده. طيب ايه تاني مشهور عندي؟ ان بيحصل joint bleeding، بيحصل حاجه اسمها ايه نزيف في الجوينت، اللي هو بنسميه هيم ارثروزس، هيم يعني دم، وارثروزس نسبه الى الايه الارثرايتس، او اللي هو الجوينت، يعني ان بيحصل فيه نزيف في الايه في الجوينت. ده معناه ايه؟ ان البلود دخل في الجوينت سبيس. طيب بيبقى برضو الجوينت بليدنج ده بيبقى اكتر مع حالات السيفير هيموفيليا، تمام، هو انترنال بليدنج، تمام، بيبقى اكتر مع حالات السيفير هيموفيليا، ممكن يحصل لوحده، ممكن يحصل بعد خبطه، تمام، ولو ما تعالجش ممكن يعمل لك جوينت دامج ويحصل ايه disfigurement في الجوينت، يبقى شكله ايه في مش شكله مش طبيعي او شكله قبيح. طيب ايه تاني من الانترنال بليدنج؟ ان يحصل بليدنج في السوفت تيشو، زي فين؟ زي المصل والسبكوتينوس ايه تيشو، وده بيبقى اقل خطوره للسيفير عن الجوينت بليدنج، ولكن ممكن برضو يعمل لي دامج في الايه في المصل والتيشو ويحتاج لايه لعلاج. لو بليدنج في المصل بنسميه هيماتوما، لو في السبكوتينوس تيشو بنسميه ايه بروسس. يبقى انا عندي الساينز والسيمتومز بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن بليدنج سواء انترنال سواء اكسترنال. اكسترنال زي النوز بليدنج، زي السيفير بليدنج بعد السيرجيكال بروسيدر والدنتال اكستراكشن والتروما، زي المينوراجيا والبوست بارتم هيموراج. لو انترنال بليدنج زي الجوينت بليدنج، الهيم ارثروزس، والهيماتوما في المصل، والسبكوتينوس تيشو بروسس، تمام. طيب ناخد ايه بهاي كده في الاطفال دلوقتي. لو الطفل عنده مايلد وميدريت هيموفيليا، تمام، واتولد ما هو عنده الهيموفيليا طبعا كونجنتال بيتولد بيها، طيب ممكن ما يبقاش عليه اي اعراض ولا لا ساينز ولا سيمتومز وما لاحظهاش وما اكتشفش ان عنده هيموفيليا الا في سن متاخر، تمام، يعني بعد الولاده على طول. لو ما خضعش طبعا بعد الولاده لعمليه السيركمسيجن اللي هي الطهاره، ان انت الطفل لما بتعمله سيركمسيجن لو هو ولد ممكن تلاقي عنده النزيف بتاعه ما بيوقفش،
هتضطر تعمل اختبارات تعرف ان هو هيمثل. لو هي مثلا بنت او طفل ما تعرضش للسيركمسيشن زي الحالات في الدول الاجنبيه، ممكن ما تعرفش ان هو عنده هيموفيليا. الا لو ايه بقى، الا لو حصل له فيرست سيمتوم عن طريق ان هو ايه، وهو بيتعلم المشي مثلا كل شويه يقف يتخبط يتعور يقع وهو بيمشي، وهو بيتعلم الزحف تلاقي راسه اتخبطت في حاجه كده كده، يحصل له بروزس وايه وهيماتوما. ففي الحاله دي تلاقي عنده فريكوينت ولارج بروزس وهيماتوما، تكتشف ان هو عنده ايه، عنده هيموفيليا. فبالتالي انت ما بتقدرش تلاحظ الحاجات دي الا لما بيخضع لايه، الا لما بيحصل له يا اما سيركمسيشن عند الولاده. لو ما حصلش عند الولاده تكتشفها متاخر لما يبدا يمشي ويتعور ويتخبط، او لما يحصل له ايه دنتال بروسيدر واكسنت وسيرجري، برده هتكتشف ان هو عنده ايه، عنده هيموفيليا. وبرده بتبقى عنده نفس الاعراض بتاعه الايه الكبار، اللي هي اشهرها ان بيبقى عنده نوز بليدنج، ويبقى عنده برده هيماتوما و سويلنج بروزنج في الجوينت، بليدنج في الجوينت وهكذا. طيب دي الساينز والسيمتومز بتاعت الايه، بتاعت الهيموفيليا. ايه هي الكومبليكيشن وايه هي اخطر الكومبليكيشن؟ غالبا بتبقى الكومبليكيشن بتحصل في الحالات السيفير والمودريت، وبتبقى كومبليكيشن يا اما من المرض نفسه يا اما من العلاج اللي انا بديه للشخص ده. طيب ايه هي الكومبليكيشن اللي بتحصل من المرض نفسه؟ ان انت عندك يحصل ديب انترنال بليدنج عنيف، زي لما بيحصل في الديب ماسل بليدنج. طيب لما بيحصل ديب ماسل بليدنج هيؤدي لك لايه؟ هيؤدي لك لحاجتين، بينفول ماسل، يبقى يحصل بين في الماسل ويحصل لها سويلنج انتفاخ، ويحصل نمبنس للمب، ممكن يؤدي كمان الى تنميل في الاطراف. فان انت حصل عندك نزيف في العضله جوه يعمل لك انتفاخ في الايه، في الليمب، يعمل لك ألم ويحصل لك تنميل. طيب ممكن يحصل لك جوينت دامج، مش انا قلت ان بيحصل هيم ارثروزس وبيحصل في السيفير كيس، ممكن يؤدي لك في الاخر ان يحصل لك جوينت دامج عن طريق ان انت يحصل لك بين وديسفيجرمنت، وحتى يحصل لك ديستراكشن للجوينت، فبالتالي يعمل لك في الاخر حاجه اسمها ديبليتينج ارثرايتس، التهاب في المفاصل، ويخليك ايه، يعمل لك اعاقه في المفصل ان انت مش عارف تحركه. طيب بعد كده قلنا دول كومبليكيشن من المرض نفسه اللي هي رقم 1 و2. طيب رقم 3 ترانسفيوجن ترانسميتد انفكشن، عن طريق ان انا من التريتمنت اللي بديهوله بديله نقل دم او نقل بلازما او نقل عامل تجلط، ممكن وانا بنقله من شخص مريض بالاتش اي في او بالاتش سي في بالايدز او بالهيباتيتس سي، وانا ما عملتلوش الاختبارات دي للشخص ده ومش عارف ان عنده المرض، انقلها للبيشنت بتاع الهيموفيليا، فيبقى انا كده كومبليكيشن من التريتمنت. ولكن حديثا احنا بنعمل لازم اتاكد ان الشخص اللي هنقل منه ان يبقى الدم بتاعه فري من الايه، من الديزيز. كمان مشكله تانية من مشاكل التريتمنت ان انا بعمل ديفلوبمنت اوف اميون انهيبيتور. انت دلوقتي جاي تدي للشخص ده فاكتور 8 بتاع شخص تاني، جسمه مش راضي يتقبله وراح مكون له اوتو انتي بودي وراحت مكسره فاكتور 8، فبالتالي الشخص ده عمال ينزف، عنده سيفير هيموفيليا وبينزف، وانت عمال تديله فاكتور 8 وجسمه بيكون له اميون اوتو اميون انتي بودي او اميون انهيبيتور عمال يكسر فيه ومش عارف يستجيب للعلاج، فبالتالي حالته بتسوء اكتر. طيب كمان كومبليكيشن من الديزيز ان انت يحصل له انتراكرينيال هيموريج، نزيف جوه الايه، جوه المخ، ودي سيريوس ميديكال ايمرجنسي او موست سيريوس كومبليكيشن في الهيموفيليا. ليه؟ لانها بتعمل مشاكل كتير، بتعمل هيدك، صداع، بتعمل ديس اورينتيشن، بتعمل نوزيا، ممكن تؤدي في الاخر لوس اوف كونشسنس وبرين دامج وديس، والشخص ده يموت. فبالتالي دي اخطر كومبليكيشن في الايه، في الهيموفيليا. يبقى انا الكومبليكيشن عندي بتحصل في الحالات السيفير والمودريت، يا اما بتحصل من الديزيز اتسيلف، يا اما بتحصل من التريتمنت. تمام، بعد كده بيبقى عندي إيه، ان في حصل ديب انترنال بليدنج في الماسل تعمل لي بين ودامج من الديزيز، يا اما جوينت دامج وديبليتينج ارثرايتس لو بيبقى في بين ودامج دي برضو من الديزيز، يا اما انتراكرينيال هيموريدج دي من الديزيز، يا اما مشاكل من التريتمنت بقى يحصل ترانسفيوجن ترانسميتد انفكشن وديفلوبمنتال اميون انهيبيتور لعامل التجلط اللي انا ايه. ادي صوره للهيموفيليا والكومبليكيشن اللي بتحصل فيها او الساينز والسيمتومز، كمان
ادي شخص بينزف، فجايب لك اول صورة نوز بليدنج، عنده بروزس في ايده، عنده في كمان هيماتوريا ممكن تحصل، عنده ادي جرح والنزيف طالع منه جامد، بيحصل له صداع هيدك، وبيحصل له بين في الجوينت وبليدنج في الجوينت كمان. يبقى باختصار كده نلخص الساينز والسيمتومز بتاعتي، هي عبارة عن بينز وبليدز. يعني ايه بينز؟ الام وبليدز، نزيف من كل حتة. الشخص ده بيبقى عنده جوينت بين، عنده مصل بين، عنده هيدر. ايه تاني بليدز؟ عنده انترنال واكسترنال بليدز، سواء في الجوينت انترنال، في المصل انترنال، في السبكتينوس انترنال، اكسترنال زي النوز بليدز، هيماتوريا، بيبقى عنده لو في ميل منه راجيا، بيبقى عنده ايه تاني، بيبقى عنده لو جرح اتجرح او دخل في عملية او دنتال اكستراكشن، بيبقى عنده برضو نزيف من الايه، من الجرح. يبقى اختصارا لكلمه هيموفيليا، السينيمز والسيمتومز والكومبليكيشن، بينز اند بليدز، الام وايه، ونزيف. وادي صوره للهيم ارثروزس الهيلثي جوينت زي ما هو اهو، ادي البليدنج في الجوينت سبيس، جه دم والجوينت بقى منفوخ كده، وهتلاقيه بيوجع الايه، الشخص. طيب احنا كده خلصنا الشرح بتاعنا اللي مطلوب، نيجي بقى للكيس بتاعتنا ونشوف هي بتقول ايه. دي صورة للكيس، ادي شخص اتعور وعمال يجيب دم والدم مش راضي يقف، وادي نورمال بلاد فيزل وحصل له هيمورج وان ابيليتي تو كلوت، مش عارف يحصل له ايه فورميشن. اديتك الحالة ومش هديك الانفستيجيشن بتاعتي الا لما نسأل الاول السؤال، تفتكر ايه الحالة دي وتعرف من الاكزامينشن والهيستوري بتاعه ايه الاحتمالات بتاعته. طيب اول سؤال عندي بيقول what are the differential diagnosis for the presenting problem، ايه الديفرنشال دايجنوزيس، ايه الاحتمالات بتاعتك اللي انت قادر تشخص بيها. طيب دلوقتي البيشنت جيفن، ذا بيشنت كلينيكال نوتبل بليدنج سيمبتومز، هو عنده بليدنج سيمبتومز سينس تشايلدهود من ساعه ما اتولد، ومعاها بوزيتيف فاميلي هيستوري، فبالتالي انا كده اقدر اقول ان هو جينيتك هيريديتري ديس اوردرز، بما انه من ساعه ما اتولد وعنده فاميلي هيستوري يبقى هو جينيتك هيريديتري ديس اوردرز. ايه الاحتمالات بقى بتاعتي؟ يا اما هيموفيليا بي اي او بي او سي نتيجه نقص فاكتور 8 و9 و11، يا اما عندي في نوع البار هيموفيليا اللي هي كانت ايه، ممكن تبقى كونجينيتال نتيجه لنقص فاكتور 5، يا اما فاكتور 8 ديفيشنسي نتيجه لفون فالبراند ديزيز، يا اما فيتامين كي ديفيشنسي ولكن النوع الهيريديتري منه اللي هو بنسميه هيريديتري كومبايند ديفيشنسي اوف فيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور، نقص فيتامين كي هيريديتري وراثي كومبايند، يعني نقص الفاكتورز كلها مع بعضها اللي هما 2 و7 و9 و10. دي الاحتمالات بتاعتي. عامل ايه؟ هو عامل سي بي سي وعامل اي بي تي تي وعامل بي تي. طيب كده فاضل له ايه؟ فاضل له ان هو يعمل الفاكتورز كل فاكتور على حدة، تمام، اللي هو 2 و5 و7 و8 و9 و11. طيب ويعمل ايه تاني؟ يعمل فون فاليبراند فاكتور. يبقى هو عمل التايمز بتاعتي اللي هي الهيموستاتيك فانكشن تيست، ناقص عندي ان هو يعمل بقى كل فاكتور على حدة عشان اتاكد ان هي نوع معين، والفون فاليبراند فاكتور عشان اتاكد ان هو مش فون فاليبراند ديزيز. طيب تعالوا بقى ناخد الجدول، ظهر لي ايه في التستات لما هو عملها وجابها للدكتور. الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم عنده 70 اللي هو كان عامله اصلا، يعني ايه زايد، والبروس رومبن تايم 10 نورمال. انا دلوقتي مديك صفين الريزلت بتاعته اهي والريفرنس انترفال اللي هي النورمال، ف70 ده زايد 10 ده ايه نورمال. طيب الفاكتورز، فاكتور 2 نورمال، فاكتور 5 طلع نورمال، فاكتور 7 طلع نورمال، فاكتور 8 طلع 4 ومفروض هو من 56 ل 172 يعني طلع ايه قليل جدا، فاكتور 9 طلع نورمال، ونفول فاليبراند فاكتور طلع ايه نورمال. طيب تعالوا بقى نحلل النتائج دي كده في جدول. يقول لك ان ذا لايت، السؤال الثالث، ان ذا لايت اوف ذا كلينيكال برزنتيشن هاو ود يو انتربريت ذا لابوراتوري تيست ريزلت، يعني في ضوء الايه اللي جاي بيشتكي منه والانفستيجيشن اللي انت عملتها، ازاي بقى هتفسرها وتقول هو مرض. الجدول اللي عندي ده بيقول لك ايه الريزلت، ان الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم طلع برولونجد، ايه الاحتمالات بتاعتك؟ الهيموفيليا اي وبي وسي بيزيد فيها الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. هو الاول تيست فور ايه، فور اكسترنسك ولا انترنسك؟
هو تيست فور انترنسك مع الكلوتنج، هو يغني عن الكلوتنج يعني. طيب فالهيموفيليا الفاكتورز بتاعتها بتاعت الانترنسك، البارا هيموفيليا فاكتور 5 ده كومن باسوي تمام. طيب بون فاليبراند ديزيز ده بيزود الاي بي تي تي برضو، الفيتامين كي ديفيشنسي بيزود الاي بي تي تي برضو، لان الايه هو كومبايند، فبالتالي فيه نقص فاكتور ايه فاكتور 9، فبالتالي الاربعه فيهم بيزودوا الاي بي تي تي. فانا دلوقتي الاحتمالات عندي ما اتقلصتش لسه، نفس الاحتمالات اللي انا خدتها من ايه من على اعتبار الايه البرزنتيشن بتاعه بتاع السيمتومز والساينز اللي جاي بيشتكي بيه. طيب راح عامل بقى الشخص ده البروسروم من تايم بقى نورمال. طيب تفتكروا لما عمل البروسروم من تايم وبقى نورمال اقدر استبعد ايه من الاربع حاجات اللي فوق؟ تعالوا نشوف الهيموفيليا اي وبي وسي البروسروم من تايم بيبقى نورمال فيها؟ اه بيبقى نورمال فيها، لان هو اختبار الاكسترنسك باسوي وهي ملهاش علاقه بالاكسترنسك باسوي. البارا هيموفيليا نتيجه النقص فاكتور 5 تمام بيبقى نورمال فيها عادي جدا تمام. طيب الفون فاليبراند ديزيز بيبقى نورمال فيها برضو تمام، لان الفون فاليبراند ديزيز برضو ملوش علاقه بالاكسترنسك ايه باسوي. طيب ايه بقى اللي له علاقه بالاكسترنسك باسوي؟ هو الفيتامين كي ديفيشنسي، لانه فيه فاكتور كام فاكتور 7، فبالتالي لما بعمل البي تي ولا ايه نورمال يبقى انا كده قدرت استبعد ايه ان هو مش فيتامين كي ديفيشنسي. طيب تعالوا بقى اعمل فاكتور 2 و5 و7 و9 وايه و11 و8. طيب فاكتور 2 كده انا استبعدت ان هو ايه فيتامين كي ديفيشنسي، اتاكدت ان هو مش فيتامين كي ديفيشنسي لما لقيته نورمال. فاكتور 5 لقيته نورمال يبقى انا كده استبعدت ان هو مش بارا هيموفيليا. فاكتور 7 و9 برضو قدرت استبعد ان هو فيتامين كي ديفيشنسي. طيب فاكتور 9 كمان استبعدت ان هو هيموفيليا بي، فاكتور 11 استبعدت ان هو هيموفيليا سي. يبقى الاحتمالات بتاعتي انحصرت في حاجتين، يا اما هيموفيليا اي يا اما فون فاليبراند ديزيز. طيب تعالوا بالحاجات بقى اللي عملها كده تاني، عمل فاكتور 8 وطلع قليل جدا، فبالتالي ده اكد لي ان هو هيموفيليا اي. وعشان استبعد ان هو مش فون فاليبراند ديزيز عمل فون فاليبراند فاكتور وطلع نورمال، فتاكدت ان هو مش فون فاليبراند ديزيز، وبالتالي اللي اكد ان هو هيموفيليا ايه ان فاكتور 8 قل. والبليتلت كاونت نورمال، يبقى هو ملوش علاقه باي حاجه ليها علاقه بالبليتلت، وان هو كمان مش مش بيربر، هو اصلا انا من الاول مستبعده الايه البيربر. يبقى انا دلوقتي دي التحليل بتاعي الدقيق للتستات اللي انا عملتها، ان انا بمسك تيست تيست واقول ايه الاحتمالات بتاعتي واستبعد منها ايه. قلنا الاي بي تي تي برونجد، يبقى الاحتمالات الاربعه البي تي نورمال، استبعدت الفيتامين كي، عملت الفاكتورز كلها، قدرت اتوصل في الاخر ان هو يا هيموفيليا ايه فون فاليبراند ديزيز، اتاكدت بان انا عملت الفاكتور 8 لقيته قل تمام، فممكن برضو يبقى هيموفيليا ايه او فون فاليبراند ديزيز، لان الفون فاليبراند ديزيز بيعتمد على فاكتور 8. اللي اكد لي ان هو مش فون فاليبراند ديزيز ان انا عملت الفون فاليبراند فاكتور وطلع ايه وطلع نورمال. كده يا دكاتره قدرت اوصل للتشخيص بتاعي. السؤال اللي جاي بعد كده، وات از يور وركينج دايجنوستس، ايه التشخيص بتاعك من خلال الهيستوري ومن خلال الاكزامينشن ومن خلال الساينز والسيمتومز ومن خلال الانفستيجيشن بتاعتك. يبقى الريزلت بتاعتي بتاع الكواجوليشن ستاديز اللي انا عملتها والكلينيكال برزنتيشن والفاميلي هيستوري للبيشنت ده ان هو كيس اوف هيموفيليا ايه. طيب السؤال اللي بعد كده، ايه الكلينيكال مانجمنت بتاع الكيس، ايه العلاج اللي انت هتديه له حسب السيفيريتي بتاعت الديزيز. لو هو سيفير هضطر اديله ايه، اديله علاج. لو هو مدرك ممكن ما اديلوش ايه علاج، لكن هو جاي دلوقتي مثلا بسيفير بليدنج هضطر اديله ايه علاج. طيب هقوم اديله ايه، هديله البروتينج فاكتور اللي ناقص، هو هيموفيليا ايه يبقى اديله فاكتور 8. ممكن اديله اف اف بي اللي هي فريش فروزن بلازما، ممكن اديله فريش فروزن بلازما عشان اعمل ريبليسمنت فاكتور 8. طيب في حاجة تانية اسمها ديسموبرسين، الديسموبرسين ده عبارة عن فازوبرسين مصنع تمام، بيعوض لي عن ايه عن فاكتور ايه 8 او بيزود لي فاكتور 8 في الدم، فانا ممكن اديله الديسموبرسين. طيب دلوقتي هو عنده بين في الجوينت، عنده انفلاميشن، عنده بين في المصل، عنده سويلنج، ممكن اديله ايه؟ ممكن اديله حاجات سيمتوماتيك تريتمنت، حاجات تقلل البين، حاجات تقلل الانفلاميشن
زي البين ميديسنز الادويه بتاعت البين، الستيرويدز عشان يقلل الانفلاميشن، او فيزيكال ثيرابي لو عنده في الجوينت ديبليتيدنج ارثرايتس ممكن اساعده في فيزيكال ثيرابي علاج طبيعي ان انا اخليه يحاول بعد طبعا ما اديله البين والستيرويدز يقلل الانفلاميشن والبين، فلازم اعمله فيزيكال ثيرابي. طيب البيشنت بقى اللي داخل في سيرجيكال بروسيدجرز، داخل يعمل عمليه، محتاج بروفلاكتيك ثيرابي. محتاج ايه بروفلاكتيك ثيرابي؟ علاج وقائي. ازاي؟ ان انا قبل ما يدخل العمليه بديله مثلا نقل دم او نقل الايه فاكتور 8، وبديهوله ايه؟ بديهوله كل 12 ساعه حتى بعد العمليه لحد ما الجرح بتاعه يلم. ليه؟ لان انت لو ما اديتهولوش الجرح بتاعه مش هيلم وهيفضل ينزف، مفيش فاكتور 8، مفيش تكوين جلطه، الجرح مش هيلم، فانت لازم تساعده وتديله فاكتور ايه؟ فاكتور 8. يبقى بتديله كل 12 ساعه. طيب نسينا نقول حته ان الكلوتنج فاكتور بنديها ازاي. الكلوتنج فاكتور دي نوت لونج تيرم كيور، يعني هي مش لونج تيرم، احنا بنديها فقط في الايه في الحاله وهي جايه لي، يعني انا بعمل فقط ريبليسمنت للايه لفاكتور ايه 8. فبالتالي المايلد هيموفيليا انا مش بحتاجها فيها. المودريت هيموفيليا ممكن احتاجها فقط لو هو ايه لو هو عنده ايه بليدنج في ساعتها عشان امنع البليدنج. السيفير بقى هيموفيليا هو اللي انا لازم اديله الفاكتورز بصفه دوريه ومستمره، ان انا بديهوله مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، تمام، وطول حياته بفضل اديهوله، لان هو سيفير هيموفيليا معرض للنزيف في اي وقت، فبديهوله كعلاج وقوي قايه الاثنين. في حاله نزيف اديهوله، ما فيش حاله نزيف برضه اديهوله. ليه؟ لان هو سيفير ممكن يتعرض في اي وقت النزيف وممكن يموت فيه، فبالتالي بديهوله مرتين لثلاثه في الاسبوع للايه لطول حياته، تمام. فبالتالي بحاول اقلل ان يحصل له دمج للبادي واحميه ان هو يحصل له ايه ده كده. يا دكاتره احنا خلصنا الكيس بتاعه الهيموفيليا، يا رب تكونوا استفدتوا، وزي ما قلت لكم لازم تكونوا مذاكرين النظري قبلها وسكشن الهيموستيزيس، وربنا يوفقكم، وسلام عليكم يا دكاتره.